وأوضح سامح شكري أن النسخة الماضية من مؤتمر المناخ عقدت في ظروف صعبة للغاية، كان العالم يتعافى فيها من آثار جائحة كورونا وبداية الأزمة الأوكرانية، ومع ذلك استطاعت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر التوصل لنتائج هامة للغاية. وأشار شكري إلى أن كوب 27 كان بمثابة انطلاق عهد جديد للعمل المناخي الدولي ومواجهة التغيرات المناخية. المؤتمر 27 انعقد في وقت صعب وفي سياق دولي كان تحدي كبير مع تعافي العالم بعد جائحة كوفيد، وهذا في ظلال النزاع في أوكرانيا. أما المؤتمر 28 يأتي بعد تقدم كبير أحرزناه في المؤتمر 27. هذا المؤتمر 27 توصل إلى نتائج انتظرناها طويلا.